برعاية الدكتور ماهر الحديثي وزير الثقافة وبإشراف الأستاذ عمر الحديثي، يقيم المركز الثقافي العراقي في واشنطن وفي أول نشاطاته هذه الأمسية الشعرية من أجل لم وتأسيس صرح ثقافي عراقي متميز يليق بالعراق وحضارته. شكراً لمن آزر وساند وحضر هذا الحفل، وتحية طيبة لمن تعنى الوصول والمجيء إلى الأمسية. شكرا لقناة الفيحاء وللمتألقة الإعلامية دوما هيفاء الحسيني، وأخيرا شكرا خاص للأستاذ غسان مدير إدارة نادي الشرق ولكل العمال والكوادر في إنجاح هذه الأمسية، وشكرا. السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، بعد صمت طويل أطبق على ثقافة وحضارة العراق التي امتدت إلى أعماق الدهور عبر آلاف السنين بفعل ظروف ومعطيات معرفة لدى الجميع، نعيش معكم اليوم وفي هذه الأمسية الكبيرة بكم لحظات من ليلة من ألف ليلة وليلة خطت معالمها على ضفاف النهرين الخالدين، نهري الخير والعطاء، دجلة والفرات، نكسر فيها الصمت ونخطو على طريق خدمة هذه الثقافة مستقين من جذورها جذوة الإبداع، وفاء لأمجاد الماضي العظيم وبعثا لأمل في مستقبل مشرق يتواءم وعظم ذلك الماضي. عندما نلتقيكم نلتقيكم وأننا وكأننا على أنا أشعر الآن أنني على مسرح على خشبة المسرح الوطني في الكرادة. أنا الآن أرى الكرادة والأعظمية وكل محلات بغداد والكاظمية. الكاظمية عندما نظرت إلى وجه الشيخ، أما أنا أتذكر أجد نفسي الآن وأراكم وكأني أجلس معكم في كل محلات بغداد وشوارعها، في كل محافلها ومنابرها، منابرها التي شعت أضواؤها إلى كل الأرض. أرجو أخذت من وقتكم الكثير،
أرجو أن تسعدوا بهذا اللقاء وأن تستمر لقاءاتنا، وشكرا جزيلا لكم. أستاذ عمر، هذا اليوم كانت احتفالية مميزة للمركز الثقافي العراقي في واشنطن. فكرتم باللاجئ أو المهجر أو الجالية العراقية المتواجدة هنا في ولاية ميشيغان، وأنت تعلم أنه أكثر عدد العراقيين المتواجدين في أمريكا هم في ولاية ميشيغان. كيف تنظر إلى هكذا تجمعات كبيرة من قبل المثقف والفنان والموسيقار والأديب والإعلامي والشاعر في هكذا أمسية في ولاية ميشيغان؟ حقيقة المهجر واللاجئ العراقي هو مادة المركز الثقافي العراقي. المركز الثقافي العراقي أنشئ لغرضين. الغرض الأول هو تعريف الشعب الأمريكي بالثقافة العراقية، والغرض الثاني والمهم والملح أكثر هو التواصل مع اللاجئ العراقي، مع المثقف العراقي في المهجر، استثمار الطاقات العراقية اللي موجودة بالمهجر. واليوم أعتقد كان ما حدث دليل على هذا الكلام. أنتوا شفتوا الجالية العراقية ومثقفيها، شفتوا تجمعهم وتجمهرهم واهتمامهم وفرحتهم بهذه المناسبة وبهذا اللقاء. أكيد أن من أولويات اهتماماتنا اللاجئ العراقي، المثقف العراقي. قبل ما أبدأ الشعر وأحكي القصيدة، وقبل ما استسمحك وافتح اوراقي، اردزف لوجوهكم اجمل تحية معطرة بقداح من خالص اعماقي. جيتكم وشرفت من جيت ليكم، ولكم اهدي محبتي وكل اشتياقي. جيتكم كي اشوف بيكم وجه هن واشترك وياكم بهذا التلاقي. جيتكم كل فخر وافتخر بيكم، وارد اقول لك حيل ارفع هامتك انت عراقي. العلم نور وحضارة، والجهل بالمجتمع يسمى آفة. وإحنا قبل الأمم خطينا بقلمنا، قالها التاريخ عنا مو خرافة. مسرح وكتاب عدنا وشعراء، فن رسوم ونحت موسيقى وصحافة. إذا أحمد شوقي عدوه الأمير، مظفر النواب ملك بلا خلافة. العلم نور وحضارة، والجهل بالمجتمع يسمى آفة. وإحنا قبل الأمم خطينا بقلمنا، قال هالتاريخ عنا مو خرافة. مسرح وكتاب عدنا وشعراء، فن رسوم